يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الاحتجاج بالقضاء والقدر على الأحداث العادية كأن يضرب أحدهم ويقول هذا بقدر الله أو يسرع بسيارته ثم يحتج بالقدر؟ هذا سيأتي إن هذا من فعلك أنت، سرعت بالسيارة ضربت إياه هذا من فعلك أنت، ولذلك يشرع القصاص، ولو كان القضاء والقدر حجة ما شرع القصاص. نعم.